انا ما عندي مشكله اقدم ميزانيتهم، انا اقصد جابوا لعيبه انت ما تبغاهم. ما اعرف عنهم، مو ما ابغاهم، في فرق لما اعرف عنهم فرق. غير لما انا اطلب خانات تجيني في خانات ثانيه. طب المدرب ايش عمل لما جابوا له هاللعيبه؟ المدرب ما ايش حيقول؟ ايش قال لك؟ ايش قال لك؟ ايش قال لك؟ اكيد صار بينك وبينه حوار. عرضت علي انه قال لي راح يكون يبغى مدافع، لكن رئيس النادي جاب الاداره جابت حاجه وما امكانياتهم انه يجيبوا اللعيبه. لا 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 يا ابو ركان الله يخليك، امكانياتك تجيب لي مدافع ب 1000 دولار ولا ب 10 مليون دولار؟ انا ما اسال عن الامكانيه، انا اسال كيف جبت الخانات اللي انت ما تبغاهم. لما كلمك مدرب الفريق وقال لك يا ابو ركان مين جاب فتوحي ووسو وانا ابغى قلب دفاع، انت وش رديت عليه؟ وش قال لك؟ طيب قلت له والله انا زيك انا ما اعرف. وش قال؟ قال خلاص هذا اللي قدامه ما يقدر يقول شيء، ايش بيقول؟ طيب انت لما تكلمت مع الاداره وقالوا لك مجلس الاداره اللي قرر، ايه طبعا، ايش كانت ردة فعلك؟ ما في ردة فعل، قدوا وقعوا معاهم بعد ما وقعوا. انا اعرف عنهم ما اعرف، يعني ما عندي ردة فعل. ردة فعل اقول لا توقع، قدوا وقع توقع خلاص جونا خلاص خش مع الفريق، نحاول نستغلهم قد ما نستطيع. تعرف لما تقولي هالكلام انا يجي في بالي حاجتين وانت لا يروح بالك بعيد بس. لا 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 انا قريب وانت واذا بعيد قربني. يا ان اللي قاعد ياخذ القرار ما يفهم، يا ان اللي قاعد ياخذ القرار يعاند. لا يمكن يعني لحظه شوي انا انت لا خذها الثالثه. وش الثالثه؟ حسب امكانياته يا اخي. لا لا هذه مو بحسب امكانيات يا حبيبي يا ابو ركان. شوف حسب امكانياتك تجيب اللي تحتاجه. لا لا حسب امكانياتك تجيب لي مدافع باقل سعر، صحيح هذه حسب امكانياتك، لكن انت ما تروح تفكر في امكانياتك لا بالغالي ولا بالرخيص وتروح تجيب لي واحد انا ما ابغاه. هذا يا واحد ما يفهم كوره يا واحد يعني. خلينا نشيل كلمه ما ابغاه، لا ما احتاجه، ما في الوقت انا احتاج اهم منه، يمكن احتاجه لكن احتاج اهم. طيب ايش قال؟ هو كان طالب المدرب جناح يمين ومدافع، هذا طلبه كان. طيب الرسمي لما جاء اوسو ما اعترض لانه يعتبر جناح يمين. طيب لكن كل اللي هذه على قد امكانياته افهمها. اوكي هذه حسب امكانياته. أيوة. حسب اتفاق وصار أوكي. ديل نحن انا برا عنه وصار ديل وجاء اللاعب. طيب ما اعرف ايش الديل اللي صار بينهم. اوكي بين رئيس الاهلي ورئيس الفيحاء. الدافع حاولنا يعني حتى احنا جبنا مدافعين كثير، يعني درست سيفيات كثير، ولكن راحوا جابوا فتوحي حسب امكانياتهم. لا هذا مو حسب امكانياتهم، اوسو حسب امكانياتهم. فتوحي هذا السؤال تسالوا لهم، انا ما عندي خلفيه عنه ليش جابوه. طيب هذا في الفتره الاولى الصيفيه، جت الشتويه صح؟ الشتويه انا مشيت. اوكي انت مشيت. ما حصلت. انت مشيت. لما ما يجيب مدافع مره ثانيه ويجيب واحد مصاب، انا وش افهم انا كاهلاوي؟ الو ابو ركان اشرح لي ايش اللي صار. هو غلط وثق في اللي اداله المعلومه، انه هو صحيح لاعب كبير ولاعب في اس ميلان وكان عمره مو كبير 26 سنه اللاعب. طيب يعني مواصفاته على الورق وش خانته؟ حلوه مهاش. طيب لما ثاني مره ما يجي مدافع هذا وشو؟ يا ما يفهم يا يعاند اللي قاعد ياخذ القرار ايا كان. انا ما عندي اسماء بس اقصد ايا كان ياخذ القرار، انت تحس انه ما يفهم ولا يعاند؟ والله ما اعرف، سؤال هذا صعب. ما هو قصة عناد او قصة يفهم ولا ما يفهم، لا قصة يمكن هذا اللي لقاه قدامه، لانه هو كان على ما اعتقد يا ابو ركان كان على ما اعتقد مو بهذا اللي لقاه قدامه. لا لا, 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 لا ما تجي ما تجي دقيقة. انا اقول لك بس بقول لك حاجة، بس لما تجيب مدافع ويطلع سيء دقيقة اقول لك هذا هو مستوى ومبلغ علمك في امكانيات اللاعبين. طيب لكن انت ما تجيب مدافع. خليني اجيب لهم عذر، وعذر يمكن تقتنع فيه انت. عندهم مشكلة انه لازم يمشوا لاعب عشان يجيبوا مخالفه مدافع، وكانت المشكلة الى اخر لحظة بين ساريج ومارين، وفي الاخير وافقوا انه عيروا مارين وفضيت الخانة. كانوا شغالين على مدافع حسب علمي إيه؟ العراقي سعد ناطق. طيب وموافقوا كل شيء، وصلوا الى قبل التسجيل بيوم، قبل التسجيل بيوم على ما اعتقد إيه؟ صار رفض من اداره ما تمت الصفقه. ما تمت
اللاعب كان موافق ولا موافق طيب. لكن ادارته رفضت. فما هذا البلان اي، البلان بي انه كان هذا اللي جاهز. لا معليش معليش باشا، هنا هنا بوقفك اذا تسمح لي. هذا اللي حصل، انا ما بقول لك الصح والغلط، هذا اللي حصل له. انا عارف بلان بي تجيب مدافع ثاني اقل من هذاك او اعلى منه، لكن بلان بي كان تجيب كان واحد قدام. حسب علمي او حسب ما سمعت يعني انا كنت بعيد عن المشهد، كانوا عرضوا ظهر على الجزائري على بن عمري وصار في عدم الموافقة.